يعني خلينا ناخد منك يا محمد جملة جميلة قلتها، ان المصريين عندهم قدرة عجيبة لتحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية. مدينة العالمين الجديدة شاهدة على تحويل المصريين للمستحيل لممكن. المصريين اللي عملوا مدينة العالمين الجديدة في خلال أقل من 8 سنوات، مدينة العالمين الجديدة اللي كانت صحراء جرداء مليئة بالألغام، ما كانت منطقة ما حدش يعرف يمشي فيها أو يقرب منها، دلوقتي بعد أقل من 8 سنوات تحولت إلى مدينة ساحرة، مدينة السحر والجمال، لؤلؤة ساحل البحر الأبيض المتوسط. مهرجان مدينة العالمين بيلعب دور كبير في التسويق والترويج لهذه المدينة الساحرة، بنشوف عدد من الفعاليات زي ما اتكلمنا، فعاليات رياضية ترفيهية ثقافية بيجذب زوار ورواد من مختلف الدول العالم، بنشوف رواد من دول وزوار من دول عربية، بنشوف من دول أجنبية. طيب الحالة اللي بيعملها مهرجان مدينة العالمين هنا في مدينة العالمين الجديدة، بيعمل حالة من الزخم والرواج لكافة الأنشطة. يعني خلينا لو اتكلمنا عن إن مدينة العالمين الجديدة إنشائها وتأسيسها استوعبت أكتر ووفرت أكتر من 50,000 فرصة عمل للشباب ومهندسين وعمال وسواقين ومختلف المهن في مدينة العالمين الجديدة، مهرجان مدينة العالمين كمان بيوفر أكتر من 10,000 فرص عمل. بنتكلم عن المطاعم، بنتكلم عن المخابز، بنتكلم عن الممشى السياحي، بنتكلم عن البازارات، بنتكلم عن العربيات، بنتكلم عن تاكسي، بنتكلم عن وسائل المواصلات مختلفة، بيعمل حالة من الرواج لمدينة العالمين الجديدة وبيوفر فرص عمل في هذه المدينة الساحرة. خليني أقول لحضراتكم إن وسط الأزمات اللي بتعيشها المنطقة سواء من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق والغرب، مصر واقفة صامدة بتبني وبتعمر، وده بفضل قيادة سياسية حكيمة بتضع خطة يعني للتنمية في مصر، التنمية في كل المحافظات. مش بنشوف هنا بس في الساحل الشمالي المدن الجديدة اللي بتتعمل، سواء هنا مدينة العالمين أو رأس الحكمة إن شاء الله اللي هنشوفها خلال الفترة القادمة، لا بنشوف أكتر من 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، بنشوف المنصورة الجديدة، بنشوف أسوان الجديدة، بنشوف مدن مختلفة بتدي رواج وبتدي انتشار. احنا كنا قاعدين على أقل من 10% من مساحة مصر كلية، بنعمل انتشار أفقي في المحافظات المختلفة. مدينة العالمين الجديدة دي شاهدة على هذا الإنجاز، وشاهدة على الفكر السديد للقيادة السياسية والفكر الرشيد للقيادة السياسية اللي بيقدم لمصر حاجات كتيرة قوي، بيقدم لمصر تنمية اقتصادية، بيقدم لمصر تنمية سياحية. بنحاول نروج لبلدنا في وسط هذه الأزمات المنتشرة في مختلف الدول، سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية، بنشوف الصراعات والأزمات، لكن مصر بفضل القيادة السياسية وفضل جيش قوي وفضل أجهزة أمنية قوية بنقدر إن احنا نروج ونسوق ونبني بلدنا. خلينا أقول لحضراتكم إن هذا المهرجان عمل حالة من الزخم والرواج للمدينة، وعمل انتشار في مختلف يعني تغطيات في مختلف صحف العالم وفي تلفزيونات العالم. هنرجع لحضراتكم مرة تانية في تغطيتنا من العالم والعالمين، استنونا.